الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سنتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن قصة نبي الله إسحاق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. سورة الصفات. هو إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام، وهو الولد الثاني لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي بشرته به الملائكة. وقيل كان عمر إبراهيم حين ولدته سارة عليها السلام زوجة إبراهيم عليه السلام 120 سنة، وكان عمر سارة 90 سنة، وقيل غير ذلك. وقد ذكر الله تبارك وتعالى بالثناء عليه والمدح في أكثر من آية من القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولو الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفيين الأخيار. سورة صاد. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. سورة النساء. وقال الله تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. سورة الصفات. وقال الله تبارك وتعالى: أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله. سورة البقرة. ذكر الله تبارك وتعالى عبده إسحاق بالصفات الحميدة، وجعله نبيا ورسولا، وبرأه من كل ما نسبه إليه الجاهلون، وأمر قومه بالإيمان به كغيره من الأنبياء والرسل. وقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله إسحاق وأثنى عليه عندما قال: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم عليهما جميعا الصلاة والسلام. فهؤلاء الأنبياء الأربعة الذين مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أنبياء متناسلون، ولا يوجد بين الناس أنبياء متناسلون غيرهم، وهم يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام، رسالته ونبوته. دعا إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام إلى دين الإسلام وإلى عبادة الله وحده، وأوحى إليه بشريعة مبنية على الإسلام ليعلمها للناس. وقد أرسله الله تبارك وتعالى إلى الكنعانيين في بلاد الشام وفلسطين الذين عاش بينهم. وقد قيل إن إبراهيم عليه السلام أوصى ابنه إسحاق ألا يتزوج إلا امرأة من أهل أبيه، فتزوج إسحاق رفيقة بنت ابن عمه، وكانت عاقر لا تنجب، فدعا الله لها فحملت فولدت غلامين توأمين، أحدهما اسمه العيص والثاني يعقوب، وهو نبي الله إسرائيل. هنا ملحوظة يا أخواننا، العيص ده
هو ابو الروم، الروم اللي هم الامريكان بلغة العصر، الامريكان الاوروبيين، العصد ابوهم. واسرائيل عليه السلام هو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. فاسرائيل هو ابو بني اسرائيل الذين يعرفون باليهود، ولذلك ما ينفعش نشتم اسرائيل، انما نقول اليهود. يعني إنما إسرائيل كلفظ هو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. مولد إسحاق والبشارة به. قال الله تبارك وتعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. سورة الصفات. وقال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته فصقت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. سورة الزاريات. وقد تقدم في قصة إبراهيم عليه السلام كيف بشرت الملائكة إبراهيم الخليل بإسحاق وفاته عليه الصلاة والسلام. قيل إن نبي الله إسحاق عليه السلام عاش 180 سنة، ومات في حبران، وهي قرية في فلسطين، وهي مدينة الخليل اليوم، حيث كان يسكن إبراهيم عليه السلام فيها. ودفن ابنه العيس ويعقوب عليهما السلام في المغارة التي دفن فيها أبوه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فليس كل ما يروى صحيحا أن عيسى كان أحب لأبيه من يعقوب، وأن يعقوب كان يحب أمه. فلما كبر إسحاق فقال للعيس: يا ابني أطعمني لحما صيد، واقترب مني أدعو لك. فسمعت أمهم وذلك فقالت ليعقوب: يا ابني اذبح شاه واشوها وقربها إلى أبيك. وقيل له: إن ابنك عيس. فعل ذلك يعقوب، فأكل ودعا له أن يجعل الله من ذريته الأنبياء والملوك. وهنا بإذن الله عز وجل قد انتهت قصة نبي الله إسحاق عليه الصلاة والسلام. وبإذن الله عز وجل في اللقاء القادم، إن قدر الله لنا البقاء والبقاء، سنتكلم عن قصة نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لا تنسوا الاشتراك في القناة، وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.